ظهر فيروس كورونا واختبأ الوزير الروسي واختفى في عالم مليء بالغرائب، يعيش في زمان يزخر بالمفاجآت، ولا يظهر على الشاشات إلا ما يعلنه الساسة وتسربه المخابرات. ابن 70 عاماً عمل مندوباً لروسيا في الأمم المتحدة بين عامي 1994 و2004، ثم عينه بوتين وزيراً للخارجية حتى يومنا هذا، وكان آخر ظهور له على الشاشة في نهاية شباط الماضي. صاحب الابتسامة الصفراء، صياد الأسماك، عازف الجيتار، المدخن الشره، محامي بوتين، عراب الحل السياسي السوري على الطريقة الروسية. إنه الأرمني من أم جورجية، سيرجي لافروف، الحاقد على المكون السني، والذي لم يخجل من القول يوماً لن نسمح للسنة أن يحكم سوريا، مدافع عن أسد في كل المناسبات والأزمات، مخادع ومزور للحقائق. ألف عشرات الروايات الكاذبة حول ما يجري في سوريا، يدعم الميليشيات الطائفية العابرة للحدود من أفغانستان وباكستان وإيران وصولاً إلى العراق ولبنان، لكنه اليوم غائب عن الساحة العالمية في وقت ينشغل العالم كله بمكافحة فيروس كورونا، تاركاً الباب مفتوحاً أمام تساؤل: هل زار كورونا لافروف؟ ولماذا اختفى الوزير الروسي عن الشاشة؟